اهلا فيكي. مرحبا. مرحبا. أهلين. مرحبا. أهلين. خير ان شاء الله. مجرد خدعة. لا بس تمشي احمي حالي من اللي بيتعلقوا فيني. زعجت بس شفته. صدقيني هلا كثير. مختارين محل حلو كتير. عجبك؟ يلا يا جماعة. صحتكم. صحة الصبايا. صحتكم. صحة. اشتقت لك كتير مهند. أكيد هدول ما رح يطلبوا منا نكمل السهرة معهم. ما هي رح يطلبوا بس ما رح يصروا علينا. بس فيكي تبقي، ما حدا بيقلك شي. لا ما بدي. حرة مثل ما بدك. تليفونك عم بيرن. ألو. شو كأنك بحفلة سمراء؟ ايه سهراني برا مع رفقاتي. وأنا بالبيت رح طق من الملل. يعني لهيك اتصلت فيني؟ اتصلت فيكي لأني مشتاق لك. بس لما حكينا المسا مو هيك كان كلامك. هلأ هيك حاسس. ما في حدا بالبيت. الخدم إجازة هي الليلة. عم تتصل فيني لأنك ما لقيت حدا مو هيك؟ ليكي تعالي من الباب الخلفي. ما حدا بيشوفك إذا فتي من هنيك. ماشي حبيبتي؟ يلا. لا تتأخري علي، أنا عم بستناكي. شو رح تجي؟ لا. ألو سمرة؟ والله ما كان ناقصني غير هالتافهة. شو رأيك نروح بالعطلة عشي مكان يكون هادي ولطيف ولوحدنا، منقضي كم يوم حلوين مع بعض؟ شو قلتي؟ كأنك تعبت كتير هالليلة، ما هيك؟ أبدا. يلا شو قلتي؟ قولي ايه. ليكي زينب، هاي رح تكون خطوة مهمة لإلنا.
يلا حل مشكلتك مع فيروز أول شي. نعم فيروز. عمر أنا تعبانة كتير. واضح من صوتك. أنا ما عم أفهم ليش هيك عم تتصرف معي يا عمر. أنا مالي ذنب اللي صار بنوب. صدقني يا عمر أنا ما كان بدي بدر باسني غصب عني. أنا حسيت إنه كان ناصبني فخ يعني صار اللي صار بلحظة سريعة، حتى ما أعطاني فرصة إني أرفض أو بعيد. لحظة إمتى صار الحكي؟ قصدي يعني بدر إمتى باسك؟ بحفلة جان. صدقني يا عمر أنا ما كان بدي. فيروز بدر عمل هالشي لحتى يغيظني ويزعجني مو أكتر من هيك، بس هو ما بيعرف طبعا إنه ما في بيني وبينك أي شي. عمر أنا عم أحكي لك لأنك عصبت مني. أنا ما كنت بعرف بهالقصة. أنت بتعرفي تماماً ليش عصبت منك، بس على كل الأحوال أنت هلأ سكراني وما رح تستوعبي أي كلمة رح أحكيها. عمر لو سمحت خليني شوفك ومنحكي بكل شيء الله يخليك. ما بقى في شيء نحكي يا فيروز، انتبهي على حالك. يا ريتك طلبتي شيء تاني، قلتي لي حل المشكلة قامت المشكلة انحلت لحالها. يعني بهالبساطة؟ طبعاً بهالبساطة، لأنه عن جد ما في بيناتنا أي علاقة عاطفية وضميري ما عم يأنبني عليها أبداً، لأنه هي تقربت مني لحتى تغيظ بدر. معقول يا عمر؟ انتبهتي لمهند وجميلة؟ ايه رح نروح على شي مكان بنهاية الأسبوع؟ لا ما رح نروح، وما في داعي نتقرب من بعض أكتر من هيك. يعني فيك تقول إنه بهالليلة تسكر الموضوع قبل ما ينفتح. شكراً لك.